حقيقتنا الأولى الحقيقة بتنقسم لشقين، أولاً الشق الأول العلاج والشق الثاني اللقاح. لو بنتكلم عن العلاج واللقاح اللي خاص بكورونا في بلدنا، فإحنا هنتكلم على مستحدثات جدت على أرض الواقع وعشان نعرف حقيقتنا مع بعض. طيب إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن في تحديث للبروتوكول اللي خاص بعلاج المرضى من وباء كورونا، وفي استحداث لهذا العلاج للنسخة الخامسة. إيه اللي حصل؟ في إضافة عقار جديد اسمه مونوكرونال أنتيبوديز اللي حقق طبعا نسبة شفاء عالية جدا في العالم، وصلت ل 95%. دلوقتي ده اندرج لبروتوكول العلاج. في الإطار ده أعلن دكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا النهاردة أنه تم تحديث بروتوكول العلاج اللي خاص بكورونا في النسخة الخامسة بإدراج هذا العقار، واللي حقق نسب شفاء وصلت ل 95% طبعا مع الحالات الشديدة والمتوسطة. أشار كمان أن العقار ده بيستخدم لعلاج كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأورام، وطبعا زي ما حضراتكم عارفين أن دي يمكن أكتر الفئات اللي بنخاف عليها قوي لو اتصابت بفيروس كورونا لا قدر الله. طيب ده الشق الأول، أو دي المحور الأول في الحقيقة الأولى اللي معانا. طيب اللقاح بقى أخباره إيه؟ مصر وصلت لفين؟ حقيقة في السياق ده لجهود مصر لتوفير اللقاحات، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال النهاردة بعد ما تفقد مصانع فاكسيرا للقاحات في مدينة 6 أكتوبر إن المصنع بيهدف لإنتاج 3 ملايين جرعة يومية، ووضح كمان أنه بنهاية شهر نوفمبر اللي جاي إن شاء الله هيتم البدء في تشغيل المصنع. الحقيقة عايزين نسأل كده في كام حاجة خاصة بكل المعلومات اللي احنا قلناها، عشان كده معانا الدكتور أيمن الشبيني مدير المعاهد البحثية في مدينة زويل. يا دكتور أيمن تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا بحضرتك وبالمشاهدين الكرام. لو بنتكلم في الاستحداث اللي خاص ببروتوكول علاج كورونا في النسخة الخامسة، ايه أهمية الدواء اللي اتضاف فيه؟ طبعا خلينا نتفق ان كل البروتوكول بيحصل له ابديت باستمرار، صحيح، نتيجة الاستجابات للأدوية المختلفة اللي بيتم تجربها على مستوى العالم مش بس في مصر. طبعا احنا كلنا متفقين ان مفيش علاج لكورونا فيروس حتى هذه اللحظة، ولكن هي كلها بروتوكولات لتجربة أدوية موجودة يكون لها تأثير إيجابي مع اختبارها على فترات زمنية، وبناء عليه بيتم تحديث البروتوكولات باستمرار وفقا للنتائج. زي ما حضرتك مشكورة ذكرتي النتائج اللي بتبقى إيجابية بشكل كبير جدا مع عدد كبير جدا من المرضى. فوزارة الصحة مشكورة طبعا بتفولو أب باستمرار وبتتابع كل التطورات على مستوى العالم مع كل العثرات اللي ممكن تكون لها نتيجة إيجابية وتقلل من مخاطر وأعراض فيروس كورونا. فده مجهود جميل جدا ومواكبة مصر كل الدول المتقدمة في كل البروتوكولات الحديثة. وطبعا الدواء الجديد أثبت نجاح بشكل صحيح، فطبعا عشان كده خاصة مع شخصيات شهيرة يعني وقيادية في العالم يعني. ده حقيقي. هو طبعا يعني الدواء ما بيعلن عنه ان هو له نتائج إيجابية لابد انه يكون تم تجربته على عدد كبير، وطبعا هو كان من ضمنهم طبعا مجموعه من المشاهير، اللي بالتالي نتيجه لذلك طبعا الدوله المصريه يعني لم تبخل بجهد انها تضم هذا العلاج الجديد لل طيب ده بخصوص المحور الاول معانا يا دكتور ايمن. المحور الثاني الحقيقه في غايه الاهميه ان فاكسيرا ان شاء الله في نوفمبر اللي جاي هيبدا التشغيل. الاهميه الدوليه بالنسبه لمصر في الخطوه دي اخبارها ايه؟ خلينا نقول حاجة مهمة جدا، أولاً كون إن مصر دخلت على الخريطة الدولية في إنتاج اللقاح ده حدث كبير جدا وله أهمية مش هنقول بس مجتمعية ولا اقتصادية، ولكن له دور كبير جدا إن مصر تكون منتجة للقاحات بالتعاون طبعاً مع دولة الصين. طبعاً كون إن إحنا عندنا مصانع تم تحديثها، تم توفير ماكينات حديثة جدا، معالي رئيس الجمهورية قام بتوجيهه شخصيا بعد كمان مشروع مدينه الدواء وخلافه، فاولى اهتمام بشكل كبير جدا لتحديث المصنع وتوفير امكانيات جديده لمصانع اخرى، بحيث ان احنا نبدا مصر مش بس تكفي عدد سكانها بانتاج اللقاحات وتوفرها للمصريين فقط، ولكن دي هتكون زي فوكال بوينت او نقطه محوريه اساسيه تخدم بها الدول الافريقيه
والدول المجاوره الصديقه، بحيث ان احنا نبقى دوله منتجه للقاح، نعتمد على نفسنا بشكل ايجابي بل ونثير الاخرين. طبعا ده له مردود كبير جدا، انا شخصيا على المستوى الشخصي ده حاجه بتطمننا ان احنا موجودين في وطن له ابعاد وله اهتمامات. الدوله بتبدي اهتمام بكل المواطنين بتوفير كل اللقاحات اللي ممكن تساعد في الحد من انتشار هذا الوباء. ده طبعا يعني مقارنه بدول العالم الاخرى احنا ماشيين كويس جدا، ده حاجه جميله جدا. الواحد يتباهى بان الدوله بوفرت اللقاح بهذا العدد. انا عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني انا شخصيا انا راجع ولكن عربيتي، انا لسه واخد اللقاح حالا واخده، كنت منتظر دوري ولسه واخده حالا، وشفت مدى الاقبال من المواطنين على مراكز التطعيم، لا حاجه يعني كويسه جدا. والحمد لله الحمد لله ان مصر فيها توافر للقاحات، في حين ان في دول اخرى بتعاني من توفير اللقاحات. صحيح. كبير جدا. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور ايمن الشبيني مدير المعاهد البحثيه في مدينه زويل، حقيقه على كل هذه الايضاحات.